مساء الخير والجمال مشاهدين ترند اليوم. دايما بنقول ان الطبيعي اجمل واحلى، وبنرجع لكل ما هو امن وطبيعي. ربنا خلق مناطق صحراويه من اجمل مناطق انتاج الزيوت النباتيه والعطريه فائقه الجوده، وكلنا عارفين ان الزيت هو الذهب الاصفر. وطبعا الملكه كليوباترا كان سر من اسرار جمالها ان هي كانت بتستخدم الزيوت الطبيعيه. النهارده هنتعرف على بعض الوصفات وهنعرف طريقه استخدام الزيوت الطبيعيه مع ضيوفنا استاذ احمد سيد ابو ليلى. اهلا وسهلا بيك. مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بيك. واستاذ محمد سيد ابو ليلى، اهلا وسهلا. اهلا بيكم، شرفتونا. دلوقتي استاذ احمد، انا عايزه اتكلم بالنسبه للزيوت. طبعا اول حاجه احنا بنفكر فيها الشعر. عايزه اتكلم بالنسبه ان انا عايزه مثلا حاجه تغذي الشعر وتخليه قوي. تمام. هو طبعا حضرتك مبدئيا الشعر ليه مثلث عباره عن ثلاث حاجات، دول مهمين جدا. الثلاثه مع بعض لما بنشتغل عليهم بيدي نتيجه وبيبقى اكتف اكتر من لو اعتمدنا على حاجه واحده، لان معظمنا بيبقى مبوظ حاجات كتير جدا ويجي في الاخر يعتمد على تركيبه زيت او مجموعه زيوت، وفي الاخر ممكن يقول الزيوت ما بتجيبش معايا نتيجه ليه، او الزيوت بطيئه معايا، او جربت كذا حاجه وما جابتش معايا نتيجه. تمام. فاحنا اول حاجه حضرتك في الشعر، وده مهم جدا وعليه حوالي تلتين العلاج، اللي هو التغذيه الكويسه جدا المفيده للشعر. تمام. عندنا من ضمن التغذيه عندنا صفار البيض. صفار البيض ده ممتاز جدا جدا، من ضمن الحاجات اللي بتجدد خلايا الكرياتين في بصيلات الشعر. عندنا الخضروات الورقيه، الخس، الجرجير، الملوخيه، السبانخ، الخبيزه، الحاجات دي كلها بتعمل امدادات ثابته من الاكسجين، وده مهم جدا لنمو الشعر عندنا. وغير كده كمان فيها كمان فيتامين ألف، ومهم جدا لترطيب فروه الشعر عندنا. عندنا من ضمن الحاجات المفيده جدا للتغذيه برضو للشعر الجزر. الجزر مفيد جدا، الجزر فيه ماده البيتا كاروتين، الماده دي مهمه جدا للحفاظ على صحه فروه الشعر بشكل عام. لما الفروه بالظبط كده لما بتبقى متظبطه بالتغذيه، فبنلاقي الشعر تمام، ما فيهوش مشاكل، ما فيهوش قشره، ما بيقصفش، ما بيقعش. تاني حاجه الوسيله اللي بغسل بيها شعري. تمام. الناس ممكن، في ناس بتستخدم شامبوهات كيميائيه، تبقى مثلا يعني مهتمه بالتغذيه كويس، بتستخدم زيوت طبيعيه، وتيجي تغسل بحاجه كيميائيه تروح مبوظه كل اللي هي عملته. فنغسل شعرنا بحاجه طبيه، حاجه زي مثلا صابونه النابلسي شاهين. الصابونه دي بزيت الزيتون، موجوده في مصر هنا بقى اكتر من 100 سنه. تمام. ممتازه جدا، ما فيهاش اي مواد كيميائيه، ما بتعملش قشره، ما بتحرقش بصيله الشعر، وبتحافظ على شعر. تالت حاجه الزيوت الطبيعيه، ودي اهم حاجه في او تالت حاجه مهمه جدا في علاج الشعر. عندنا اقوى زيت واهمهم زيت الكتان الطبيعي. زيت الكتان الطبيعي ده حضرتك من اقوى الزيوت المفيده للشعر، لان الزيت ده فيه اوميجا 3، فيه اوميجا 6، فيه اوميجا 9، من الزيوت الجافه اللي هو البشره تقدر تمتصها بسرعه. ده مفيد جدا للشعر، بيغذي فروه الشعر، بيخلي الشعر ما يتساقطش، بيثبت الشعر اللي موجود، ما يخلوش يقع، ما تبقاش الشعريه اللي موجوده حتى ضعيفه. عندنا زيت الجوز الهند الطبيعي ده، يعني اللي شعره بيقع في تساقط بنستخدم زيت. هو طبعا بتبقى كذا حاجه مع بعض، بس هو اهمهم الكتان الطبيعي. طب وهل بقى بيختلط بحاجه ولا بيبقى لوحده؟ لا، بيختلط بقى معاه. مثلا زيت، مثلا زي زيت الجوز الهند الطبيعي، لو في فروه بتبدا تكون قشره او بالذات الفروه الدهنيه، فزيت الجوز الهند الطبيعي ممتاز جدا، لانه ليه خاصيه ان هو مضاد بكتيريا ومضاد فطريات، والحاجات دي كلها بتمنع تكون القشره بعد كده. تمام. عندنا ممكن زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو ده كله احماض دهنيه، كله بروتينات، كله معادن، مفيد جدا، بيغذي فروه الشعر. وفي كمان يعني في مثلا معاهم زيت الجوجوبا، ده برده من الزيوت الجافه. تمام. اللي بتمتص في الفروه بسرعه وبتجيب نوعا نتيجه ما شاء الله كويسه جدا. تمام. طيب استاذ محمد، انا كنت عايزه اعرف حاجه بقى للشعر الهايش والشعر الجاف، وحاجه برضو تناسب. طبعا انت عارف الاطفال دايما في المدارس بتبقى شعرهم فيه جفاف كده معين، كنت عايزه اعرف حاجه ممكن نستخدمها ليهم. تمام. الشعر الهايش او الشعر الجاف هو بيبقى ناتج عن سواء هو حاجه وراثيه، ناس العيله مثلا كلها شعرها كده، او ناتج عن عادات خاطئه، زي مثلا نغسل شعرنا كل يوم بميه سخنه، استخدام المفرط في السشوار والمكوى والصبغات والحاجات دي، كل ده بينشف الشعر. تمام. او حاجات داخليه زي مثلا نقص الرطوبه، نقص نسبه الرطوبه في فروه الراس، وده ناتج عن نقص شرب الميه. لذلك اول حاجه المفروض الشعر اللي شعره هايش او شعره خشن
يبدا يشرب كميه سوائل، يعني كميه سوائل في اليوم بنسبه مثلا انه يشرب مثلا ما يقلش عن 2 لتر ميه في اليوم. تاني حاجه لو هنستخدم حاجات خارجيه، الشعر الجاف بيحتاج زيوت يكون فيها احماض دهنيه بحيث ان الشعر يبدا يمتص الاحماض الدهنيه دي ويقدر يستفاد بيها في تعويض نسبه الرطوبه اللي هي ناقصه في الشعر. تمام. الزيوت اللي عندنا مناسبه للموضوع الهيشان او جفاف الشعر، زيت جوز الهند حلو جدا، زيت الخروع ممتاز جدا، الخروع فيه احماض دهنيه وفيه الاوليك اسيد، كل دوت فيه يعني هي نسبه الاحماض الدهنيه هي اللي بتخلي سواء جفاف الشعر، الشعر الجاف عامه بيبقى محتاج اللي هو ياخد حاجه فيها احماض دهنيه. تمام. علشان يبدا الشعر يستعيد نعومته تاني. معانا زيت السمسم حلو جدا، معانا زيت الزيتون. طبعا مفيش، الزيوت دي حلوه جدا للشعر الهايش او الشعر الجاف بس ما تبقاش مناسبه قوي للشعر الدهني. علشان كده برضو في مثلا ممكن نعمل وصفات زي حمام الكريم، ممكن نجيب حمام كريم من اي مكان من اي صيدليه. تمام. ونبدا نضيف عليه الزيوت اللي هي مفيده بحيث ان انا الفتره اللي انا حاطط فيها حمام الكريم على شعري الشعر يبدا يستفاد بالزيوت اللي انا اقدر اضيفها على حمام الكريم. يعني ممكن نجيب حمام كريم مثلا من اي مكان، حاجه زي كده اهو. تمام. ونبدا نضيف عليه مجموعه من الزيوت، مثلا ده زيت لوز مر. تمام. يعني حمام الكريم اشتريه من اي مكان عادي، من اي مكان مفيش اي مشكله. أوكي. ونبدا نضيف عليه زيوت بحيث ان حمام الكريم يكون ليه فايده. ممكن لو حابين نضيف حاجه زي زيوت عطريه مثلا، معانا هنا زيت النعناع. النعناع فكرته ان هو بيحفز الدوره الدمويه في فروه الراس، فده برضو يعالج حاجه تانية اللي هو مثلا سقوط الشعر وكده. الدم لو تدفق بشكل ممتاز في فروه الراس. تمام. يبدا يمنع التساقط معاه بطريقه غير مباشره. تمام. معانا زيوت تانية كتير طبعا بس احنا نختار حاجه تكون مناسبه للشعر الجاف. زي ما قلنا زيت السمسم، زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت الخروع. تمام. احنا الزيت اللي حطيناه الاول زيت ايه؟ احنا حطينا زيت لوز مر. تمام. زيت اللوز مر، المر برضو فيه احماض دهنيه حلوه جدا بنحتاجها. تمام. اللي هو زيت نوى المشمش اسمه. زيت النعناع مناسب جدا اللي هو برضو اثناء ما انا حاطه على فروه راسي يبقى فيه انتعاش او فيه تنشيط للدوره الدمويه في فروه راسي. تمام. ممكن نحط الجرجير بس مش كتير لان الجرجير كتره بينشف الشعر، بس طبعا احنا حاطين على حمام كريم فحمام الكريم هيعمل معانا بالانس كده، معادله حلوه بحيث ان هو ما ينشفش الشعر. ممكن نحط حاجه زي زيت الخروع زي ما قلنا. تمام. فالناس ما تعتمدش على ان هو يجيب حمام كريم وخلاص، لا احنا ممكن نشكل في حمام الكريم بما يتناسب مع شعر كل واحد فينا. يعني اجيبه واحط انا بقى الزيوت المغذيه فيه بقى. الزيوت المغذيه فيه المناسبه للشعر. وده يناسب جميع انواع الشعر؟ يناسب جميع انواع الشعر خصوصا الشعر الجاف والشعر الهايش. التركيبه دي لو اتعملت كده اهو وتتقلب كويس جدا وتتعمل مثلا مرتين كل اسبوع. تمام. هتبقى حل يعني في خلال مثلا اقل من شهر هنحس فرق جدا في موضوع الهيشان. حاجه طب وشرط قبل حمام الكريم ان انا استخدم الشامبو ولا مش شرط؟ لا مش شرط. ليه بقى؟ لان حمام الكريم فيه برضو خصائص، يعني خصائص رغويه، يعني هو بيرغي. تمام. اثناء الغسيل. فعلشان الشعر ما يبقاش يستهلك ان هو يتغسل بشامبو اثناء الغسيل هو بيفقد اصلا الزيوت الطبيعيه اللي فيه. فاحنا ما نبقاش نغسل فنشيل الزيوت الطبيعيه اللي فيه، بعد كده نحط مثلا حمام كريم او بلسم او ايا كان فنغسله فنشيل الزيوت الطبيعيه اللي فيه. تمام. احنا عايزين اثناء الغسيل زي حمام الكريم كده لما نيجي نغسل يبقى فيه كمان نسبه الزيوت اللي احنا حاطينها. تمام. دي الفكره يعني. طب حمام الكريم بيتشطف كله جامد جدا جدا ولا في ناس بتخليه يعني؟ لا يتشطف جامد شوية. ليه؟ لان هو مهما كان برضو في حاجات برضو يعني في حاجات كيميكالز مهما كان هي مش مضره قوي. ولكن احنا ده يتشطف جامد هو هي يعني حمام الكريم هيتشطف معانا الزيت هيفضل بقى، هي دي الميزه بقى في التركيبه اللي احنا عاملينها. ان مهما شطفنا هيفضل برضو نسبه من الزيوت اللي احنا حاطينها موجوده معانا. تمام. طيب استاذ احمد كنت عايزه اسالك على بقى زيوت للبشره، يعني احنا عايزين نبقى زي كليوباترا كده نحط حاجات. تمام. للبشره طبيعيه. تمام. ممكن طيب بص عليك طبعا هو طبعا البشره عندنا عباره عن 3 انواع بشرات، في عندنا البشره الجافه، عندنا البشره الدهنيه، عندنا البشره المختلطه. تمام. البشره الدهنيه تمام في ليها زيت شجره الشاي، ده من اقوى الزيوت المفيده جدا للبشره الدهنيه لان طبيعه البشره الدهنيه بسبب الافرازات الدهنيه العاليه قوي فيها
فبتكون حبوب، وبالتالي زيت شجرة الشاي مفيد جدا جدا ان هو بيقضي على الحبوب اللي موجودة. او عندنا زيت النعناع، زيت النعناع ليه خاصيتين مهمين جدا، ليه الخاصية القابضة ان هو بيقفل المسام، بيضيق المسام، وبالتالي ما بيخليش الافرازات الدهنية في البشرة الدهنية عالية، فما بتبقاش البشرة بتفرز افرازات دهنية طول الوقت عمالة على بطال. وفي كمان خاصية تانية اللي هي الخاصية المطهرة او المضادة اللي هي المضادة للبكتيريا، وبالتالي بتقلل من حدوث انها تعمل حبوب او تكون حبوب في البشرة. طبعا احنا معروض لينا صور لحضراتكم التركيبات بتاعتكم طبعا المميزة يعني. دي الحمد لله زيوت برضو عندنا طبيعية زي اللي هي قدامه كده هنا على الشاشة. دي بعد كان بعد السفرية بتاعت الهند، وكلها بتبقى زيوت طبيعية يعني. نرجع للبشرة الجافة. البشرة الجافة مفيد جدا ليها زيت اللوز الحلو زي ما استاذ محمد قال، عشان في احماض دهنية، فالبشرة الجافة لازم نديها احماض دهنية عشان خاطر نعوض فيها الرطوبة او نعوض فيها الطبقة الدهنية المفيدة جدا للبشرة. او زيت اللوز المر، عندنا زيت الزيتون، عندنا زيت الجوجوبا، ده للبشرة الجافة. عندنا بقى البشرة المختلطة اللي هي الميكس، زيت الورد مهم جدا ليها، زيت الجوز الهند الطبيعي تمام. عندنا زيت عباد الشمس الطبيعي، ده بيعالج اضطرابات الجلد، لان البشره المختلطه بتبقى دايما ميكس، مره مختلطه بتبقى مره الدهنيه عاليه فيها قوي، فنلاقي فيها مشكله البثور والروس السوداء بالظبط كده. والجافه اللي هي في الشتاء، وممكن تلاقي وش فيه ميكس يعني، ممكن تلاقي وش عنده الخدين في الشتاء فيها قشره او محمره، وتلاقي هنا الطبقه دي دهنيه او منطقه الدقن دهنيه، فده بيبقى فيه اضطراب في الجلد. فزيت نوى زيت عباد الشمس ده مفيد جدا لاضطرابات الجلد بشكل عام. تمام. طيب بالنسبه بقى للتجاعيد، طبعا احنا كلنا عارفين ان احنا يعني مهتمين جدا الفتره دي بالكولاجين والحاجات طبعاً دي عشان التجاعيد. ممكن ايه نستخدمه طبيعي بدل الحاجات اللي بنشتريها؟ الكولاجين عامه تمام، هو طبيا المفروض من سن وده طبعا للبنات اكتر يعني، من سن ال 25 سنه لحد سن ال 40 سنه تمام. الكولاجين يوميا بيبدا يقل في البشره ماشي، ولكن طبعا بدون ما احنا بنشعر يعني، زي ما احنا كده بنكبر من غير ما بنحس، وشعرنا بيطول من غير ما نحس، وضوافرنا بتطول من غير ما بنلاحظ الضفر وهو بيطول. فالكولاجين بينقص عندي تدريجيا، فانا المفروض على قد الدرجه التدريجيه اللي بتنزل على قد الدرجه اللي انا بعوضها بيها. يعني انا عندي مثلا لبان الذكر فيه نسبه كولاجين عاليه جدا، المفروض بنجيب لبان الذكر بنحطه مثلا في ميه ورد او ميه عاديه، بس الافضل طبعا ميه ورد عشان نستفيد بيها كولاجين وتفتيح بشره في نفس الوقت تمام. وبيتاخد كل يوم يعني بالقطنه، بيتساب لبان الذكر في الميه تمام، ويوميا بناخدها بنمسح بالقطنه كده، وبنمسح بيها على وشنا، وبنهتم بالاماكن اللي بيظهر فيها تجاعيد زي هنا وهنا كده. يعني ده زي تونر للبشره؟ بالظبط كده تمام. ده بيعوض نقص الكولاجين. انا الكولاجين اللي ينقص مني قد كده انا ببدا اعوضه اول باول، بحس ان انا بعد ال 40 ما لاقيش مشكله التجاعيد دي. ودي بتضايق ناس كتير جدا، تلاقي ممكن الوش عادي شبابي، اول ما تضحك او اول ما تعمل حاجه تلاقي في كشكشه وفي كرمشه، ده نتيجه نقص الكولاجين. الكولاجين بينقص باما نتيجه التقدم في السن، او نتيجه الاستخدام المفرط في الميك اب ومستحضرات التجميل والحاجات دي كلها، دي بتاخد من طبقه الجلد المات والطبقه اللي هي الحافظه بتاعت البشره عندنا. في عندنا اغذيه ممكن برضو نعوض، يعني احنا دايما اي علاج في الدنيا او اي حاجه لازم بيبقى فيه جزء ذاتي وجزء خارجي تمام، زي موضوع الشعر كده قلنا جزء تغذيه تمام، وقلنا جزء زيوت طبيعيه. الجزء بقى اللي هو اللي بيعوض نقص الكولاجين كتغذيه ماشي، عندنا بياض البيض ده مهم جدا، في نسبه كولاجين عاليه جدا. عندنا الحمضيات لو حد يعني ما عندوش مشاكل، يعني احنا نستخدم البيض الصفار للشعر والبياض للبشره. ايوه الله يفتح عليك. يعني هي البيضايه واحده تبقى جزء يروح للشعر جزء يروح للبشره. وعندنا الحمضيات دي برده مهمه جدا لو حد ما عندوش مشاكل في المعده او حاجه. عندنا الاسماك، عندنا شوربه العظم اللي هي بيقولوا عنها كده في بالبلدي الماسوره، اللي هي بتبقى عند الجزار، دي فيها نسبه كولاجين عاليه جدا، اللي هو النخاع. النخاع بالظبط كده. الشوربه بتاعتها دي بيبقى فيها نسبه كولاجين عاليه جدا. مع لبان الذكر، في بقى لبان الذكر ممكن يستخدم في الصوره اللي هي السايله اللي احنا قلنا عليها، او يتعمل كماسك، بيتعمل مسحوق لبان ذكر، بنجيب معلقه لبان ذكر ناعمه مع معلقه نشا مع نص معلقه عسل نحل،
على كوبايه زبادي وبنقلبهم على بعض وبناخد وبنبدا ناخد نحطه على الوش وبنسيبه لمده نص ساعه وبعد كده بنشطف منه الوش. ده يتعمل مثلا مرتين في الاسبوع. تمام. ده بيقلل مشكله التجاعيد اللي هي نتيجه عن نقص الكولاجين في البشره. تمام. طيب استاذ محمد، طبعا انت عارف احنا بنجيب سان بلوك قد ايه. تمام. طبعا النسب بتاعته بتختلف، فهل في بقى حاجه طبيعيه ان احنا نحطها بدل اللي احنا بنشتريها المنتجات طبعاً على البشره؟ طبعا. بصي حضرتك، الزيوت الطبيعيه فيها نسبه عامل حمايه. يعني احنا بنجيب كريم سان بلوك بنلاقي اللي هو الاس بي اف، او اللي هو دي يعني دي اختصار لسان بروتكشن فاكتور. السان بروتكشن فاكتور دي هي عامل الحمايه، الكريم ده يقدر يوفر لي عامل حمايه النسبه بتاعته قد ايه. احنا في الزيوت عندنا، في عندنا زيوت فيها يعني فيها اللي هي الاس بي اف في يعني كذا نوع من انواع الزيوت. بس هنبدا مثلا بحاجه خاصه بالبشره الدهنيه. البشره الدهنيه مثلا ما ينفعش نحط لها حاجه زي زيت الجزر. زيت الجزر حلو جدا بس هو دهني. تمام. زيت الجزر فيه اعلى عامل حمايه ممكن يعني الواحد يلاقيه في زيت طبيعي، وهو اس بي اف بتاعه 40. يليه بعد كده زيت التوت، او قبليه زيت التوت الاس بي اف بتاعه 30. طب معلش، يعني انا عايز اعرف حاجه، الجزر ده بناخد زيته ازاي؟ يعني دي هنا بقى طريقه الاستخلاص. اه، طريقه استخلاص الجزر سواء من البذور او من الجزر نفسه. بس غالبا بيبقى من البذور. الاستخلاص ده بقى فيه عندنا طريقه العصر وطريقه التقطير، دي قصه تانية. يعني سواء الزيت بيجي عن طريق التقطير بالبخار او بيجي عن طريق العصر. تمام. وغالبا زيت بذر الجزر بيجي عن طريق العصر، العصر الهيدروليك على البارد. زيت الجزر ممكن هو مناسب جدا للبشره الجافه لان هو دهني، وممكن يستخدمه استخدام مباشر في عامل حمايه 40، حاجه ممتازه جدا. ممكن لو بشره دهنيه عايزه تستفاد منه ممكن نجيب زيت الجزر. احنا جايبين معانا هنا زيت الجزر، اعتقد برضو نوريه للناس. زيت الجزر اهو. ممكن نجيب زيت الجزر نحطه على اي كريم مرطب. يعني الكريمات المرطبه عامه بتبقى مناسبه اكتر للبشره الدهنيه. بس هل ده طبيعي ولا بيبقى متضاف له حاجات؟ لا ده طبيعي. اه، اللي متضاف عليه حاجات. هي الفكره كلها في المصادر بس، يعني فكره الناس تجيب من مصدر موثوق فيه مش اكتر. يعني في ناس تجيب وصفات اللي احنا بنقولها او اي حد تاني بيقولها يقول لك دي ما عملتش نتيجه. هي الفكره نوع الزيت، الكواليتي بتاع الزيت جابه منين. زيت الجزر ممكن البشره الدهنيه ناخد زيت الجزر نحطه نضيف منه مثلا مقدار معلقه صغيره على علبه كريم مرطب ونقلبها، ويبقى ده سان بلوك جميل جدا. تمام. ممكن لو بشره، في بشرات مش يعني هي لا يعني لا تتاثر بالشمس زي ما الناس العاديه بتتاثر بيها، بس عايز برضو يحط عامل حمايه خفيف جدا. تمام. عندنا مثلا زيت الجوجوبا فيه الاس بي اف بتاعه 4، مش كتير قوي. زيت الزيتون فيه 8. زيت جوز الهند 8. دي برضو مناسبه لاصحاب البشره الجافه. تمام. يعني دي فيها زيت فيها احماض دهنيه. طيب الزيت مثلا بيسمر الوش؟ لا، احنا استخدامه وكميه الاستخدام هي اللي هتتحكم. بيسمر وبيخليه اوقات يعني كانه بيلمع كده دهني. بالظبط. هي الفكره بقى هنعمل ايه؟ احنا هناخد يعني ممكن نحطه في حاجه زي دروبر كده او قطاره. ناخد يا دوب 3-4 نقط فقط، ون يعني نوزعهم في ايدينا خالص. ونبدا نمسح مساحات خفيفه خالص. في الاماكن اللي هي بتبقى عاليه، اللي هي اكتر اماكن بتاخد اشعه الشمس. تمام. المناخير وتحت العين وكده، وما ننزلش بيه مباشره. يعني بعد الدهان تلت ساعه كده نكون احنا ايه نازلين. تمام. فانا بنصح بزيت الجزر، الملخص يعني السان بلوك، زيت الجزر حلو جدا، وممكن نحطه على كريم مرطب ليه لو البشره دهنيه. تمام. طيب استاذ احمد، كنت عايزه اعرف لو انا عايزه اعمل غسول طبيعي في البيت بس سريعا طبعا لان الوقت قرب ينتهي، ممكن اعمله ازاي؟ طيب الغسول عامه الطبيعي بيبقى عباره عن ماء الزهور مثلا، يعني ممكن مثلا ميه ورد. تمام. طبيعيه ممكن نستعملها يوميا. دي من افضل الحاجات اللي هي يعني بتعالج مشاكل البشره بشكل عام، وفي نفس الوقت مش زيتيه ولا فيها نسبه دهون ولا حاجه من الكلام ده. تمام. تمام. ده بالنسبه للغسول بتاع البشره. طيب
عايز اعرف حاجه، هل الكركم في كركم بتاع بشره وكركم بتاع اكل ولا هو واحد؟ بص حضرتك، هو الكركم في الاساس واحد. يعني هو الكركم عباره عن، الكركم ليه مصادر زراعيه، ليه في سريلانكا، ليه في البرتغال، بنغاليا، الهند، الكلام ده. لكن الكركم في الاخر هو عشبه واحده، لكن احنا بنخليه كركم بشره او كركم اللي هو العادي بتاع الاكل. كركم البشره اللي هو بيتقال عليه ده بيبقى كركم عادي، تمام، وبيبقى مضاف عليه زي ده كده اهو، ده كركم طبيعي خام ما فيهوش اي اضافات خالص. تمام. وده الكركم اللي هو بتاع البشره بيبقى كركم من ده، متضاف عليه بقى حاجات، بقى متضاف عليه مثلا رز ناعم، متضاف عليه ترمس ناعم، متضاف عليه حنه بيضه، متضاف عليه دقيق شوفان، متضاف عليه حاجات بحيث ان هي الحاجات دي تبقى مفيده للبشره، وفي نفس الوقت بتخف من حديه صفار الكركم، وبناخد في نفس الوقت فايده الانتي بيوتيك اللي في الكركم اللي هي المفيده للبشره بشكل عام. تمام. طيب يعني سريعا كده برضو عايزه اعرف، هل انه الاغلى زيت التقطير ولا زيت العصر، يعني اللي بيبقى النباتات اللي بالتقطير ولا العصر؟ لا، الزيوت المقطره طبعا بتبقى اغلى. اه، لان التقطير قايم على فكره التقطير بالبخار. هي فكره التقطير عامه قايمه على العشبه نفسها بتخش في حلل ضغط كده، حلل، وبيبقى فيه عمليه تبخير. الفكره في التقطير ان هو مركز جدا، لدرجه ان احنا مثلا ممكن حله مثلا يتحط فيها ربع طن مثلا روزماري ينزل لنا مثلا لتر مثلا زيت روزماري. ده تقطير. ده تقطير. التقطير بس فيه ليه، على قد ما هو قوي جدا ليه محاذير، لانه هو بيبقى زيت حامي جدا، مركز جدا، وغالبا بتستخدمه شركات الادويه عشان هو مركز جدا. تمام. زيت التقطير مثلا عندنا زيت النعناع الفلفلي وزيت شجره الشاي، دول مثلا زيوت حلوه جدا لحب الشباب او الحبوب بشكل عام. طيب لو جه حد جاب الزيت الخام ده وحطه على بشرته، عايز اقول لحضرتك ممكن الحبوب تزيد، ممكن يجيله التهابات اصلا. مش بعيد يحصل له تشوهات يعني. تمام. ليه بقى؟ الزيت التقطير اللي هو الاسينشال اويل لازم يتضاف على كارير اويل او زيت حامل. الزيت الحامل ده يكون يتناسب مع نوع البشره. تمام. يعني لو بشره دهنيه ممكن نضيفه على زيت سمسم، ممكن نضيفه على زيت زيتون. لو بشره جافه ممكن الزيت نضيفه على زيت جوجوبا، مناسب جدا. تمام. او زيت لوز حلو. تمام. فانا مثلا دلوقتي عايز اعمل زيت، استخدم زيت نعناع لبشرتي مثلا عشان عندي حبوب. ما ينفعش اجيب الزيت النعناع لو هو مصدره موثوق فيه وزيت فعلا اسينشال اويل، زيت تقطير، اجيب الزيت ونقط منه. تمام. كم نقطه على الزيت السمسم او الزيت الحامل وابدا استخدمه على بشرتي. تمام. الزيوت المعصوره دي حاجه تانية، بتبقى حاجه اسمها العصر الهيدروليك او عصر الحلزوني. ودي الزيت للنباتات اللي فيها نسبه زيوت عامه ثابته زي السمسم والزيتون وجوز الهند. تمام. اوكي. طيب طبعا احنا معانا صور الفايزين بتوع المسابقه هتنزل على الشاشه. تمام. وطبعا احنا يعني هم طبعا هيتواصلوا بقى، هم عندهم طبعا اسئله كتير جدا ومش عارفين طبعا نخلص الاسئله خلال الحلقه. تمام. يعني تمام. فالصور هتنزل على الشاشه. إيه طيب ناخد سؤال كده اثناء عرض الصور. تمام. ايه احسن حاجه استعملها للرموش والحواجب تتقلها؟ الرموش والحواجب هي مختصه زي ما استاذ احمد اتكلم. تمام. موضوع تغذيه الشعر بشكل عام. بص احنا عايزين بس ننوه على حاجه، يعني نفسي الناس تبقى عندها ان هي بس تثقف نفسها في موضوع الشعر والبشره. ونبدا نعرف ان هو مرتبط بالعادات الغذائيه. سواء عادات غذائيه خاطئه او صحيحه. تمام. احنا بنسمع عن مثلا قرى في لبنان او في دول مثلا معينه ما بيروحوش لدكاتره او على طول تلاقي شعرهم حلو جدا. تمام. الناس دي بتاكل كويس، الناس دي ما عندهاش حاجات كيميكالز وكده، فكل ده بيطلع علينا. أوكي. سواء في شعر او بشره. طبعا الحلقه كانت في اسئله كتير جدا عايزين نقولها، وطبعا بشكركم على الحلقه الجميله دي، وبشكر مشاهدين ترند اليوم، وان شاء الله اشوفكم السبت الجاي مع ضيف جديد في ترند اليوم. شكرا.